بس يعني انت انا يعني اجلس بس شوي. ايوه شو حبيبي؟ طلبتي ماشي يا حبيبي، توقف بوش كاميرتي لاطلع حلوه. اكل اكل ما طلبت اكتع ميتني. لا هلا بمصاري هلا بدك. ما بعرف من مايا بدك تاخذ مصاري. لا وقف عم بشتغل عند زلمه شو لقال المطعم. المطعم مايا تفضلي بليز. هلا بدك تقولي انه انا اول مره شافتني اي شيء وقعه عم تطلب طلب وهيك. تفضلي. انا اوكي انطلقت مع عادل وهيك، بس هلا صار وقت انفصل عنه. بدي اعمل برنامج وحده. تفضلي. هلا بلشت انك انصدمت. بدي اطلب انه بركي انت هيك بالاماليه انه من بتها هلا وبتكوني ضيفتي باول برنامج. امتى رح تبلشي؟ هلا تحمست كثير. ليه عندك عادل انه كل شيء موجود تدفع بس بقى عندك بقى. غير حل انه غير انا اكون الضيفه؟ ما بدي. لا بدي بس ما في عندك غير حل. مضطره اقول لك ايه. اوكي هلا انت ايش بتعملي؟ بتوقفي وبتشوفي انت من بعدها كيف انه رح يكون البرنامج. بوقف اول شيء. هلا انت سيري نمشي مع انا بسوق قبل ما افهم. ايه ايه بعدين بتفهمي معي. حلو حلو كثير. طيب ضروري نحن قلنا يعني. شغل ولا بس انت ومايا؟ انتوا فيكم تكونوا جمهور اذا بدكم. بوقف؟ خليني اجيب الغراض. رافعين لحتى ضل ولا جوا؟ للجمهور. شو في عباس؟ اسا ما اعطيته اسم للبرنامج. اوكي بس انه هلا مع الوقت رح تفهمي شو الكونسبت تبعه. هيك بتخيل انا عندي اسم لك. اي شو هيدي الصينيه يعني فيها تكون مريم نور. لا لا سميه بلا طعمه. حلو 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 حلو. اوكي بلا طعم. ايه حلو. هلا طيب. شو عم تعمل؟ هلا بدي اطلب منك بليز. ايه كيف بدنا نوقف قدام الكاميرا تنسوق للبرنامج؟ حس هيدا تويت اللي مايا. هون حس هيدا تويت اللي عملته انا يطلعوا ينهبلوا. لا لا هلا حسي على لا 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 يلا تفضلي. طيب بدك تساعدك بشيء؟ اعمل معروف وقتها بيكونوا الديفايات واقفين مع بعضهم. اعمل معروف استجلس. انا ما قلت شيء عادي. رح اعمل حالي ما سمعت. قربي شوي بس هيك لانه عم يحكون المدير الفني. ايه اوكي بونسوار واهلا وسهلا فيكم باول حلقه من برنامج ما تطلعي فيه. طلع بالكاميرا بلا طعمه. برنامجي الجديد بيتناول قصص بلا طعم. الله راد. ضيفتي الاولى هي النجمه الكبيره مايا دياب بلا طعم يلي كلها طعم. كيز وقتها بكون برنامجي شي مره انت انا جمهور بدي اعطي رايي مجبور. اليوم بالبرنامج رح نعلمكم مثل ما شفتوا الديفا قدامنا، اذا بدك تكوني مايا دياب بس ما معك مصاري كيف بتكوني مايا دياب لو بادجت؟ اكيد حبيت مايا دياب لو بادجت. اول شيء البشره، اذا منك مثل مايا دياب وما معك مصاري تتحطي سولاريوم بساكك وتتنقلي فيه، ما معك سولاريوم نقال، كيف بتكوني مايا دياب وبتاخذي نفس لون البشره؟ بليز منضل واقفين ما كثير تعتل. اوكي خمس ظروف شاي بتشيهم بالليل 8 ساعات وبعدين بتشيليهم، المي اللي بتنقع بتدبغيها على جسمك كمان 8 ساعات وبتنطري. اهم شيء انه ما تتحممي على مده يومين. ياكلك الدبان ما بيأثر، مهم بشره مثل مايا دياب لو بادجت. ثاني شيء ضفيرك، فيك تفرجينا الضفير عليك كيف ما شاء الله كيف بيكونوا ضفيرك؟ فينا نشوف الفرق؟ اول شيء ليكي هيدي الضفيره فيكي تقعدي واعمل لك حنزوقه. خلي المال على ضفرك حبيبي. اوكي كيف بتكوني ضفير مايا دياب لو بادجت؟ اذا اكيد ما معك كثير بادجت انه تعملي مينتنس لضفيرك وصير هيك. كل الناس انا ذكرت قبل ببرنامجي رفرف البيسكليت. اكيد فرد سيليكون مدام، فرد سيليكون بتلزقيه وبتمشي، اكيد فيك تغير اللون حسب مثلا هلا معنا هون الديفا حاطه لون اسود، عادي فينا بيمشي الزهري. بهيدا الشكل بتتنقلي فيه. وهيدا الحجم؟ كثير حلو. اللي بدها اياه هلا فيك بالجارح بتطول بتقصر ما بيه. شوي فرق اذا بتظبط البرد بيزبط. مزبوط. ايه. مدام بخصوص الشعر ما فيني ساعدك لانه هلا مايا بتفوت على الحمام بتطلع بيكون غير لون الشعر. صح. يعني ما فينا نعرف لا لا لون الشعر ولا لون العيون، هي ما فيني ساعدك. بياكلوا قتل الجوف بهيدا البلا طعم البرنامج مدام. الشفاف يا لطيف. الشفاف مدام اذا كمان ما في بادجت نكون شفافنا هالقد حلوين بتعيطي لجوزك.